دلوقتي اهدافك حاسمه وقاتله والقاضيه. بس انا عرفت ان انت لما قعدت مع الكابتن خطيب قلت له ايه؟ فاكر؟ طبعا الكابتن لما كنا جايين من الامارات وكده، فقعدت انا وهو والكابتن محمد رمضان، كنت الامارات بعد السوبر المصري، مبسوطين بقى والدنيا حلوه. الحمد لله. فكنا بنتصور انا وهو بالكاس بالكاس. يعني وكده، فاتكلمت معاه بتاع، قلت له يا كابتن خلي بالك انا قربت اعديك. قال لي ليه؟ قلت له حضرتك 49 اسيست وانا 49. فقال لي انت عندك كام بطوله؟ قلت له 17 يا كابتن، كنا لسه بقى ما لعبناش العين. ايوه. فقال لي لا انت كده كابتن محمد رمضان قفشه ما يلعبش تاني. قلت له لا يا كابتن. جميل العلاقه اللي تبقى بينكم وبين رئيس النادي، انها طبعا كلها احترام وادب وذوق وبرضه محبه قفشه اعتقد يعني. طبعا يا كابتن. نعم. كابتن بقول لحضرتك كابتن محمود خطيب رهيب بصراحه، احترام وهدوء وادب وحاجه يعني الواحد بيتعلم منه بصراحه صحيح. يعني. طيب تعالى نرجع لعيله الاهلي، وفي هناخد كده يعني هناخد نماذج كده منهم، لكن قبل ما نرجع لهم ماتش الوداد في المغرب كانت فرقه نار ساعتها يعني، طبعا كانت فرقة صعبه صعبة جدا جدا. جدا، وانا انا من النوع اللي بقى ايه، انا بخاف من كل الماتشات، ماتش والله العظيم لو ماتش في الكاس صح، هي مع الكرة فرقه دلوقتي درجه 50 ثالثه انا 50. ببقى ايه كمشجع، وانا لعيب كنت بارد قوي، لكن وانا مشجع بقت العمليه صعبه جدا يعني. هل كان عندك قلق ان احنا ممكن نخرج من الوداد؟ كان ماتش صعب، كنا عاملينه حساب، لكن احنا في الفترة دي كنا حتى ماتش بيراميدز اللي قلت حضرتك عليه ده احنا كنا كويسين قوي. يعني، ما كناش وحشين، لا احنا كنا كويسين، بس هو الماتش عشان هناك كان صعب، نعم. فاحنا بصراحة ما صدقناش البداية يعني. احنا جبنا جون كانت تقريبا، هايلة. جبنا جون بعد 3 4 دقايق تقريبا، فالبداية دي فرقت معانا، واحنا كمان يعني بعيد عن الجونين او اللي احنا كسبنا 2-0، لا احنا عملنا ماتش كويس جدا ده هناك، صحيح، عملنا ماتش كويس جدا. الماتشين كانوا حلوين اللي بس رايح واللي الماتش جاي اللي هناك كان ممتع 2-0. وكرة حلوة وكسبنا ولعبنا كرة حلوة وكانت الدنيا كويسة الحمد لله. اتفاجئت من طريقة لعب موسيماني هناك يا أفشة؟ لا لا ما كنتش، لا هو ما بيخافش، ما بيخافش. لا لا هو ممكن يضغط على اي حد يعني، في اي ملعب يضغط عادي ما عندوش مشكله، احنا كنا بنضغط عليهم يعني. هو الجون الاولاني حتى اللي انا جبته مظبوط. كان بسبب اللي احنا بنضغط كلنا وكده، وكان ممكن يخلينا في الاول نضغط وبعد 10 دقايق مثلا نهدى ونلعب براحتنا، كان بيقسم الماتش يعني. سياتل في كأس العالم وفرقة كويسة جدا الناس مش واخدة بالها منها، طبعا فريق الأمريكاني كسبناه 1، والهدف واحد كان صفر قفشة الحمد في الدقيقة لله. الأخيرة، الدقيقة 89 يعني، مش فاكر الدقيقه كام بالظبط، كان بس هو حاجه متأخر، و80. كان متأخر انا شوية نزلت يعني. اصلا في الماتش ده كنت تعبان جدا، ونزلت اخر أهو لا ده الوداد. ده الوداد. ده الوداد هنا أنت ضاغط بص لعمرو كابتن، السولية. هو هنا الكرة جت هنا، ده المساك يحيى، فهي خلاص الكرة تولد منه، بص اتزحلقت، فخلاص يعني. بس هنا بقى هدوءك وثقتك يعني ماشي على اقل من مهلك، هنا لازم بتبص على الحارس يا قفش. طبعا لازم يا كابتن، لعبتها عكس اتجاهه. دايما الرجل الثابته بتاع الجون صعبه ده جدا صحيح. برافو يعني عليك. في الحاجات اللي زي دي لما تحطها على الثابته دي، هو لو فكر بس يعمل كده ممكن يتعوض. مع الجول ده حسيت انه البطولة مقربة. لان احنا الحمد لله لما قلت لحضرتك لما جبنا الجون ده عملنا بعد كده ماتش كويس جدا، صح، من عملنا احلى ماتشاتنا على فكرة. جدا، نعم. عملنا ماتش كبير بصراحه، فالحمد لله ضمننا بقى اللي احنا ان شاء الله نلعب النهائي يعني بعد الماتش ده هناك، ضمننا اللي حتى جينا هنا كسبنا 3-0. 3-1. 3-1 3-1. طيب قول لي بأمانة، كنت عايز الزمالك ولا الرجاء؟ لا كل الفرق عندنا كنا عايزين نلعب نادي الزمالك. فعلا؟ ليه؟ عشان عارفين اللي هو هيبقى ماتش بتلعب نادي الزمالك، فيبقى فعلا؟ احسن ماتش في الدنيا طبعا. خلاص كابتن، اي ماتش فيه نادي الاهلي ونادي الزمالك هو ماتش للتاريخ، الحاجات دي احلى ماتشات تلعبها وامتع ماتشات وديربي وكل الناس بتستناه، وماتش كبير على جدا. الرغم من اهدافك الكتيره القاتله يعني، لكن دايما بحس ان علاقتك بكل الجماهير بدون استثناء جيده يعني، بيبقى في كرم من ربنا، واضح انت عندك حته كرم كده وفرج الحمد من عند لله. الله سبحانه وتعالى، وكمان في حته احترام من الجماهير التانيه ليك حتى ما فيها جماهير الزمالك. انا بتكلم صح ولا غلط؟ هو ده مهم يا كابتن، ممكن عشان انا ما بحاولش ان انا اخد حاجه من عن حد او مثلا اقول حاجه مش في حد، دايما يعني انا دايما مقتنع ان طول ما انت محترم انت بتحترم نفسك فالناس هتحترمك، فانا بشوف ان ده الصح، اللي انت تبقى لعيب كوره بس، اللي انت تبقى مركز في شغلك بس، اللي انت يعني ده الافضل. ده الأفضل. انت لو بص يا كابتن، الحاجه الوحيده اللي ما تعملش معاها مشكله في حياتك وانت بتلعب كوره الجماهير. الجماهير ما تعملش معاها مشكلة. طبعا دايما وانت بتلعب كوره خليك ذكي،
خليك يا عم انت عندك شغل في الملعب نفذه واعمل اللي عليك وسيب الجماهير هي دايما تتكلم عليك. نعم. وانت لا شفنا لعيبه كتير ونماذج كتير. دلوقتي كريستيانو رونالدو بيقلدك صح؟ انت ما قلت لي كده في التليفون. بس انا يعني بدي حضرتك واحده كده يعني. طبعا طبعا. بس انا بالنسبه لي رونالدو تشوق. طبعا لا لا انت ده انا كل حاجه بتابعها مع كريستيانو رونالدو. بتحبه قوي. طبعا اي حاجه بيعملها بتابعها. يعني حتى لو عمل لقاء صحفي او انترفيو والكلام لا بتفرج عليه كله يعني. طيب هنا امام اللي معاك. وقيل كتير جدا عن خلافات ما بين قفشه وامام وانه قفشه كان يقصد امام لما انتقد او لما قال والدنيا قامت شويه وما قعدتش. شعورك ايه الاول لما الاهلي تعاقد مع امام؟ وبمنتهى الامانه قول لي العلاقه ماشيه ازاي ورايك اصلا في امام كشخصيه. بص يا كابتن اقول لحضرتك على حاجه ودايما بقولها. انا والله ما عندي 1% مشكله مع اي شخص او اي بني ادم في حياتي خالص. اي حد مش كويس انا ببعد عنه، بس انا ما عنديش مشكله مع حد، انا دايما متسامح وراضي يعني. مش بتاع حتى لو حد مش حلو، لكن امام انا اصلا اعرف امام وهو احنا الاثنين نعرف بعض من ساعه ما هو كان في المحله. حرس الحدود والله العظيم. فعلاقتنا الناس خلطت ان امام لما جه النادي ان امام بيلعب مكان قفشه، ان قفشه بيلعب مكان امام، ان قفشه ما بيلعبش عشان امام. انا في الاول وفي الاخر مش بقارن نفسي بزميلي، انا بقارن نفسي بنفسي. حلو. انا ببص لنفسي دايما انا ناقص لي ايه، لكن في الاول وفي الاخر صاحب القرار مش انا. صاحب القرار المدرب. أيوه. لكن انا اصلا انا وامام وحسين وكهربا وياسر احنا دايما الخمسه متجمعين مع بعض، دايما بنقعد مع بعض في ملعب وفي تمرين هموت وامام يخش عليه وانا اخش عليه وزميلي وياسر والفرقه كلها في التمرين ده شغلي. لكن بره الملعب لا طبعا في احترام وفي حب وفي كل حاجه متبادله. لكن امام لا امام اخويا يعني ما في لكن هي الناس دايما عشان بتحط حته اللي بيلعب واللي ما بيلعبش. ايوه. فقفشه زعلان، طب انا هزعل من اللعيب ليه؟ هو زميلي ماله؟ ملوش ذنب. انا لو المدرب عايز يلعبني 90 ماتش هقول للمدرب لا العب زميلي؟ لا طبعا. بس فاللعيب دايما ملوش ذنب. ده اللي انا بقوله دايما في حياتي، يعني انت لما تزعل ازعل. بس زميلك اللي بيلعب ملوش ذنب، لو عايز تتكلم او عايز تاخد رد فعل روح للمدرب. هو العلاقه دايما بينك وبين زملائك جيده. لا طبعا ما عنديش مشكله مع حد خالص. حتى لو في بص يا كابتن يعني زي ما بقول لحضرتك دلوقتي وانت في الملعب خلاص انت في الملعب. فوارد انك تتنرفز يحصل تاتش، اطلع بره الملعب انسى اي حاجه. بس ف اهو ده في المطار دي ولا في الفندق في المطار؟ لا يا كابتن انا معايا فيديوهات لي انا وامام وحسين وكهربا على التليفون واحنا قاعدين 24 ساعه مع بعض. فعلا؟ بس في حاجات فلا ما فيش، علاقتنا كويسه جدا وفيها احترام ومتبادل، لكن الملعب حاجه وبره الملعب حاجه ثانيه. دخلت امام في الفرقه بسرعه قفشه؟ لا هو دخل بسرعه، اي حد بيجي النادي يا كابتن يخش بسرعه. اي حد طبعا. ده اشرف لسه ما لعبش وكانه بيلعب في النادي بقاله 4 سنين. يوسف لسه جاي ونفس الكلام. ناس كتير يا كابتن يعني يحيى لسه جاي برضو نفس الكلام. اي حد بيخش النادي بيخش لان احنا عندنا اللعيبه محترمه ومؤدبه يعني ما فيش حد وحش بصراحه. وحتى لو في حاجه مثلا بعيده هتلاقي العلاقه فيها احترام. يعني لو انا وحضرتك مثلا مش قريبين من بعض وبتاع لكن لا الاحترام ده اهم حاجه يا كابتن. فده مطلوب وده موجود. طيب جهزتوا يا جماعه عيله الاهلي ولا لسه؟ طب يلا بينا كده هناخد رايين في الاول. معانا حازم ومعانا معانا هاني ادريس. مساء الخير يا هاني كمان. حازم هنا سامعني؟ انا مش سامع يا جماعه. اهو الراجل بيشاور يا جماعه. فين صوت حازم؟ مش معانا. طب ناخد هاني. سمعنا صوتك. الو. يا هاني ازيك؟ ازيك يا كابتن اخبارك ايه؟ اخبارك ايه؟ كله جميل؟ كله جميل الحمد لله. عايز تقول ايه لقفشه؟ كابتن قفشه حبيبي ازيك؟ ربنا يخليك يا حبيبي. ازيك انت عامل ايه؟ بس انا وانت طيب بمناسبه القضيه. حبيبي وانت طيب. انا مش هطول عليكم، انا عايز اقول لكابتن قفشه من احسن اللعيبه اللي جت النادي الاهلي الفتره الاخيره، وعايزه بس خلال الفتره اللي جايه علشان معظم الفرق اللي بتلعب قدامنا بتلعب دفاع من ال 18 وبيلعبوا ب 10 لعيبه في ال 18، ان كابتن قفشه عنده ملكه التسديد من بره ال 18 ودي بتبقى فيها حلول كتيره. نعم.
خاصة مع الفرق اللي هي في الدوري أو الفرق الأفريقية اللي هي بتلعب دفاع متكتل، نعم وهو بيجيد الحتة دي سواء بوش رجله ببطن رجله R2 زي ما كان بيقول. دي من أهم الحلول اللي بتبقى موجودة في الفترة الأخيرة اللي هي لما نعم بيبقى فيه تكتل للفرق اللي بتلعب قدامنا. نعم انت عايزه شوط يعني على طول. شكرا يا هاني، حاضر يعني هنحاول نجيب بحازم. حلو ان شاء الناس، الله اعمل كده حلو هما ان شاء الله. مكملين معانا يعني، هنستأذنكم ونخرج ونرجع تاني تبقوا موجودين معانا وهم منورنا. العودة لتسديد ضربات الجزاء وقلبك كان ميت، هقول لك بمنتهى الأمانة أنا طبعا إيه ملسوع من الشوربة في ماتش السوبر الأفريقي وخسرانين بضربات الترجيح، صح وجينا دي انت حضرتك ما بتشوطش بقالك فتره يعني، بقالي كتير. بقالك كتير، واخر مرتين ضيعت تقريبا لا يعني. هي اخر مره اللي شد فيها بتاع الفيوتشر وجبتها في العارضه دي وخلاص، بس انت مع مره بيراميدز في العارضه مره فيوتشر في العارضه صح لا بس كده؟ بيراميدز ده بس قديمه من 4 سنين. بس جبت قبل، جبت 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 في السيراميكا وجبت في بس كذا فرقه في قبل بقى كده. ماتشات صعبه. ايه اللي خلاك تتصدى للضربه الاولى؟ صعبه مهما مسؤوليه تعالى طبعا وخسرانين من 5 ايام طبعا وقدام نفس الفريق والجمهور على اعصابه. زي ما قلت لحضرتك قبل كده، كابتن اتمرنت عليها، بتمرن عليها انت بشوط. مغير التكتيك بتاعك على فكرة. انا لا انا بشوط بشوط في يعني في اي مكان يعني، مش نعم هو ده يمين الهدف. شمال نص. بس في الاخر هوضح لحضرتك ليه في النص، عشان الناس برضه عماله تسال غير غير غير. هقول لحضرتك يعني نعم البلينات صعبه جدا، بالذات لما بتكون بتلعب اهلي وزمالك ونهائي. نعم انا في السوبر افريقي كنت نازل ربع ساعه، فانا كنت طالب ان انا اشوط يعني، بس طلبت. خلاص هو الاسامي محطوطه ان الناس اللي هتشوط، كويس فانا كنت موجود لو الدور جه عليا كنت هشوط. هتشوط. بس انا كنت حابب ان انا زمايلي اللي لعبوا هم يريحوا واحنا اللي لسه نازلين نبدا احنا فريش. نشوط. بس حلو. خلاص الاسامي اتحطت، لعيبه زمايلي شاطوا، اللي جاب جاب واللي ما جابش خلاص ما فيش نصيب نعم والموضوع اتقفل. فلما جينا ماتش الماتش اللي بعديه، السوبر المصري. انا اول ما الماتش خلص انا طلبت من انت رحت المستر كام؟ لا قلت كابتن سامي، قلت له انا هشوط اول واحد. فانا عبال ما قالوا الاسامي وبتاع انا دخلت الحمام وطلعت. يا راجل. لا ما لسه انا، لا انا في الحاجات دي عادي يعني، لان انا بشرب ميه كتير فعلى طول كده. ايوه ايوه الكابتن كابتن خالد بيبو على طول قال لي نعمل لك حمام في ملعب التمرين. اي فانا خدت القرار، كان حتى السوليه عايز يشوط الاول. فلما رجعت انا من الحمام وكده، ف اتفقت انا والكابتن سامي، قلت للسوليه خلاص انا هشوط الاول، السوليه قال لي خلاص شوط انت الاول انا هشوط الرابع يعني، بس خدت القرار يعني. انت خدت قرار والراجل ما ترددش انه لا يديك. لا هو سألني قال لي قفشه تشوط الاول، قلت له اوكي كوتش، بس يعني هو سألني قلت له تمام. جميل انك غيرت تكتيكك. بتمرن عليها، بحاول اعمل كذا حاجه، بحاول ابص على الجون بطريقه معينه دلوقتي، بتكلم فيها مع الشناوي ساعات، بسمع منه مثلا جون ساعات بيفكر في ايه بتاع. انا بحب زي ما قلت لحضرتك اتعلم يعني، ده مش عيب، عشان عايز ابقى كويس فيه، عشان دي ميزه. حسيت في لحظه انه البطوله ممكن تضيع مننا ماتش السوبر في البلينات. في البلينات. اللحظه اللي هي جت اللي احنا كنا ضيعنا، وكان اخر واحده بتاعت شيكابالا دي يعني، بس كنت ساعتها زعلان اصلا ان رضا ضيع، ان رضا ضيع. كان نفسي رضا يجيب كمان في الفتره دي، كانت هتفرق معاه. بس الحمد لله ربنا الحمد لله كرمنا ربنا ان احنا كرمنا كسبنا يعني، وكسبنا الجماهير انت عارف بس الحاجات دي بتبقى صعبه شويه. بالظبط. فالحمد لله النقطه اللي انا بشوط في النص في البلينين اللي بضحك عليها، انا في الماتش ده كنت بلعب نادي الزمالك، فعواد جون مصري. فاحنا الماتش اللي بعديه بنلعب العين، احنا الماتش اللي بعديه بنلعب العين، فطبيعي لو احنا بنلعب العين الجون مش مصري، نعم فطبيعي لو هو بيتفرج على الماتش. ايوه انا بشوط في النص، فخلاص المره اللي بعدها هشوط في زاويه تانية. ايوه فانا خدت قرار ان انا اشوط في الزاويه دي عشان عارف اللي هو يترمي. والله ما هو اصل ما لو هو اتفرج اكيد مستحيل اتفرج. يقف في النص، مستحيل. اكيد. ولو ما اتفرجش هو مش هيقف. بس انت برضو بتلعب الحارس يعني، مره يمين مره شمال مره في النص، عندك تكتيك بقيت بتاعك يعني يعني. بقيت اتعلم عليها كتير. وهو بصراحه المستر كولر يعني على طول في التمرين بيقف معانا، بنشوط فاولات وبلينات على طول يعني. بس دي اقوى شويه دي فوق شويه، مش كده؟ انا دايما ما بحطش على الارض، بحطها فوق يعني. هو فوق بس الريسك انها بتعلى شويه. هي دي احسن حاجه بصراحه فعلا. لا صوت الجماهير كان مرعب. خليني اتكلم شويه معاك على الجمهور يوم ماتش الاهلي والعيال. لا لا ده اصعب ماتش لعبناه بجماهير ساعه ما انا جيت النادي. ياه. والله لا والله كابتن احنا اصعب واحلى. لا متعه يا كابتن، متعه. اول ما الحكم صفر التالتة شمال دي اقسم بالله يا كابتن احنا اتخضينا. احنا قاعدين على الدكه انا والسوليه وكهربا، احنا ودانا صفرت. كان الدنيا كويسه قوي بصراحه، الصوت عالي جدا. ان ربنا يكرمك ويرزقك ويجي بينالتي والراجل يقول لك انت اللي شوطه، اديني مشاعرك ساعتها. يعني
انا كنت مبسوط وفي نفس الوقت مش مصدق. بس بعد الماتش رحت له وقلت له ثانك يو كوتش وكده، اللي هو يعني خلاني اشوط البيلن يعني. فلكن لحظه حلوه بصراحه. انا كان امنيه حياتي ان انا جون القاضي ده اجيبه في جماهير زي كده فعلا. فلما ربنا كرمني بالجون ده يعني، كنت عشان دايما في السعوديه والامارات بيبقى في جماهير فبحتفل الاحتفال ده. ايوه. فالجماهير بيبقى صوته حلو. فلما جبت الجون انا لما عملت كده انا لقيت كلمه سي دي الملعب كله. انا احتفلت عملتها يجي 7 مرات. لا والله. والله. هم بيفضلوا يقولوا لي تاني تاني تاني، هم اللي عايزينك. فبعملها عشان الجمهور بيحب. طيب الحقيقه دايما بتضرب المثل بعلاقتك باهلك، وانا هنا بركز قوي في البرنامج ده على الجانب ده يا قفشة، لانه مهم الناس تعرف الجانب التاني في حياه الانسان بصفه عامه والنجمه بصفه خاصه. يعني وجودك في البلد، ترمبه الميه، القعده على الطبليه، النزول في الارض وفي الغيط، وانا خلي بالك انا فلاح صميم زيك يعني. وكنا بنصفي الميه احلى حاجه دي بجد. اهو احكي لي بقى، ده بجد ولا بتعمله عشان الصور؟ لا ودايما انت كاتب اجمل مكان امي. الارض دي تبعكم؟ اه دي بتاعتي. بتاعتك. بتاعت ابويا وامي على طول، وعمامي دايما بيقعدوا هناك يعني. يعني دايما ابويا كل ما اكلمه انت فين، يقول لي انا وعمك قاعدين هنا. هو وعمي اسامه، عمي جمال، عمي عصام، بيروحوا يقعدوا هناك. في بقى زارعين هناك حاجات، شويه حاجات كده حلوه. بنطلع من الارض وناكل عادي. بتنجان بقى، انا عارف البتنجان بيتاكل على طول هناك. طبعا. في القاهره لو قلت لهم البتنجان بيتاكل كده واحد. بس فلا بص يا كابتن، انا الحمد لله الحمد لله ربنا رزقني باهلي ناس بسيطه. يعني مش بتكلم على ابويا وامي بس، يعني بتكلم على اهلي كلهم، سواء اخلاني او عمامي او كلهم. كلها. كلهم كلها. ناس بسيطه جدا. ما لقيتش يعني، لما طلعت بصراحه ما شفتش منهم اي حاجه وحشه. يعني طول عمري علاقتي بيهم. فانا دايما بحاول اخلي حته البساطه موجوده في اهلي. يعني هم دايما عندي برضو الحمد لله بياخدوني يعني حاجه حلوه في البيت وحاجه حلوه في العيله. عمي دايما الكبير يقول لي انت الورديه بتاعتنا. يا سلام. والله العظيم. عمي جمال الكبير، فدايما بيقول لي انت الورديه. فانا بحاول اخلي البساطه دي موجوده عشان حتى الاطفال او اولاد عمي او الشباب لما يشوفوني يحاولوا يوصل لهم حته ان احنا مهما تروح ومهما تيجي. اخر هديه جبتها لست الحبايب ايه؟ بصراحه؟ ما بجيبلهاش. يا راجل. هي اللي بتجيب لي نفسها. لا والله. والله. انت بتدي وخلاص. اللي هي عايزاه تجيب. اقول لها خدي واللي انت عايزاه. ماليش دعوه. هي بتحب ليها حاجات امي كده، ليها تفاصيل بتاعتها هي. هي مالكش دعوه من الناس بقى. عارف بتوع زمان كده. ما ترضاش اخد منك فلوس. لا ده مخلص عليا. ست الحبايب مساء الفل عليكي. ازاي حضرتك؟ ازيك يا ست الكل، عامله ايه؟ خليك الحمد لله. اخبارك ايه؟ لسه صاحي اهو. نقدر ننساكي؟ يا نهار ابيض، احنا على راي فايزه احمد انساك ازاي؟ ازاي انساك؟ ازاي انساك يعني؟ انا عايز. ماشي يا كابتن، ماشي يا كابتن، انا سامع كل حاجه على فكره. انا ماليش دعوه. سامحيني يا ام، انا ما بعرفش اقول غير الحقيقه. انا ماليش دعوه. يا قلبي ده انا نور، انت نور عيني، انت كل اللي تقول عليه. ماشي يا حبيبي. ربنا يخليك. ربنا يخليك. احكي لي شويه، انتوا بتقولوا له ايه؟ يا محمد ولا يا مجدي ولا يا قفشه ولا محمد؟ محمد. هي الوحيدة اللي بتقول لك يا محمد. أمي بتقول لي، أبويا ممكن يقول لي يا كابتن. لكن والله. أمي دايماً بتقول لي يا محمد. يا محمد. الاسم المفضل ليها. احكي لي عن محمد شوية يا أم محمد. أم طه بقى. أم طه. أم طه. طه الكبير. يلا يا أم طه، احكي لي شوية عن محمد. محمد يعني هو كل حاجة حلوة. الكلمة الحلوة، الضحكة الحلوة. هو اللي مفرحنا. هو اللي منور حياتنا. وربنا يزيده كمان وكمان يا رب. قولي لي يا ام محمد، كنت متوقعه ان ربنا يرزقه الرزق ده ويكرمه الكرم ده ويديله الشهره والنجوميه دي؟ هو من صغره وهو بيحب الكوره. وكان امنيه حياته يعني. عشان كده ان شاء الله وبدعي له على طول ربنا يوفقه ويزيده كمان وكمان ويجعله يا رب من نجاح لنجاح. بيجي لك امتى يقول لك زودي لي الدعاء يا ام شويه، انا محتاجك دلوقتي، انا محتاج انه دعاك يزيد شويه؟ انا كل ما اكلمه بدعي له، يقول لي الله يبارك لك يا ام، ربنا يخليك لينا انت. ست الكل، كل كلمه حلوه هو بيطلعها محمد. الوقت اللي لقيتيه متضايق، امتى كان متضايق؟ امتى حسيت انك لا انا لازم اقف جنبه قوي النهارده، ممكن انزل اروح له كمان؟ لما تعورت ساعه الاصابه. لا لما تعورت هنا. تعورت هنا، خدت 22 غرزه، فامي وابويا جولي من البلد لحد هناك، واخويا يعني جولي قعد معايا في الشقه هناك في البيت. وخلك رضوان يا محمد. وخلك رضوان عشان ما يزعلش. رحت جاري قلب الام. ها
كان بعد الصلاة على طول صلاة الجمعة، صلينا ورحنا ماشيين على طول رحلة. قولي لي، دي كانت أسوأ حاجة عندي بقى. لما بيروح يقعد معاكي كده في الأرض، يقف على ترمبة المية ويقعد يصب الشاي، يعني هي دي عاداته القديمة ولا هو بيحبها عشان انت بتحبيها وابوه بيحبها ولا ايه؟ لا هو طبيعته انسان بسيط وبيحب اي حاجة بسيطة. بسيط زي ما هو محمد من صغره، هو بيحب الحاجات دي جدا. كان ما يجي يفطر معايا في رمضان ايوه يسيبني ويخرج مع اصحابه يفطر بره، يعني ممكن يعملوا فنجان مسوي حاجات كده، اقول له انا عامله لك هنا اشكال، يقول لي لا بس اصحابي دولك لازما اعيش معاهم اللحظه ويفرحوا بيا. انسان بسيط جدا. بقول له هم لهم حق عليا. بيحب ياكل ايه بقى؟ اكلته المفضله كانت الاول الكبده، وبعد كده الرز والملوخيه. حلو. دلوقتي بقى بيجي يقول لي ما تبوظليش الدنيا. يا نهار ابيض، يعني بطلت خلاص يا قفشه؟ ليه؟ ما فيش نظام بقى، نظام الاكل بقى نظام خلاص. بس بيبقى نفسك فيهم نظام في الاكل بقى. ساعات بيبقى في وقت بخليهم تعمل لي يعني. ساعات. مش دايما يعني. مش من بعيد لبعيد كده تقوم جايه مثلا عامله له حله محشي. انا بتخانق معاه على طول بسبب كده. ليه؟ بتعمل طول ما انا قاعد على الاكل خد. اقول لها يا ام مش عايز خلاص، تقول له خد يا ام مش عايز. عارف انت بقى الامهات بقى كده. لازم تاكل دي. ايوه طبعا. انا بحب ازغطه كده. حلو قوي. طيب عمرك طلبت منه حاجه وقال لك لا؟ من قبل ما اطلب بينفذ لنا كل حاجه. والله محمد من يعني هو بيبص في عينيا يعرف كل حاجه. يا سلام. من غير ما اتكلم. والله. وهو بص اقول لك نيت الدنيا فين. ما شاء الله ربنا يخليكي. والله الحمد لله. ما شاء الله ربنا يخليك. اللي هو فيه دوت اللي هو بيعمله. والله الحمد لله. نعم. وربنا راضي عليه عشان هو انسان طيب. ربنا راضي فيه. ربنا راضي عليه. والله. امتى حسيت انه في محنه؟ ان هو يعني ما بينزلش يشارك وكده بس. ده ساعات ده بيضايق. هو حاسس انها كوره. نعم. ما يقدرش يبعد عنه. ده اللي ضايقه. يقول لي يا ربنا شايل لي حاجه حلوه ان شاء الله. يعني الحمد لله ان هو قريب من ربنا. عشان كده ما انت الولاد عندك ايه يا ابني يعني؟ مالك؟ مالك بس. بس مالك. مالك. قولي لي بقى لما جه مالك عملتي ايه؟ مالك عندي بالدنيا بحالها، مالك حس من قلبي. والله. والله. عمرك ممكن لو هو زعل من مالك هتروح لمين؟ هتنحاز لمالك ولا هتنحاز لمحمد؟ تبقى صف مين؟ انا لمالك طبعا. طبعا اكيد اغلى الولد ولد الولد. ربنا يبارك لك فيه يا رب. عندي مالك لما بيرن عليا ويكلمني يا تيتا تعالي يا تيتا يا ابي يا تيتا. اقول له انت روح يا حبيبي. ما شاء الله ما شاء الله. عنده كام سنه دلوقتي؟ سنتين خلاص ما شاء الله دلوقتي. ما شاء الله. قولي لي لو هتدعي لمحمد مجدي قفشه على الهوا هتقولي له ايه؟ اقول له ربنا يزيدك ويحفظك يا رب ان شاء الله، ويجعلك كده من نجاح لنجاح، وبدعي له من قلب. نعم. يا رب وفقه هو واللي زيه، واهم حاجه ربنا ينجيه من كل شر يا رب ان شاء الله. عايز تقول ايه لست الحبايب؟ نسيت الدعوه كده. ايه نسيت الدعوه؟ نسيت واحده كده. نسيتي واحده بيقول. كانت على طول تقول لي ربنا حابب فيه خلقه. طبعا. انا بحب الدعوه دي. بدعها لك في كل وقت وفي صلاه الفجر. بحب الدعوه دي. بدعها لك على طول والله. ربنا يخليك يا رب يا ست. وحب الناس فوق كل شيء. يا رب دايما يا رب دايما. ربنا يكرمك ويحفظه لك ويحفظك ويخليك يا رب. الجميلة الأم المصرية الجميلة والدة محمد، دي الوحيدة اللي نقول محمد مجدي قفشة. طيب. خليني ارجع شويه للكوره لانه الناس شويه عايزه تستمتع بكره القدم. عايز اعرف ابرز نقاط الضعف اللي كانت عند قفشه وعرف يطورها وعرف يغيرها وعرف يصلح منها وقلبها الى نقطه قوه. انا دايما كنت بلعب 10. حلو. هو بلي ميكر صانع العاب يعني. فلما لعبت مع كابتن ايهاب جلال الله يرحمه 8. فكانت كابتن هاب كانت طريقته مختلفة شوية عن أي حد يعني. بتاع كورة. طريقته مختلفة، وممكن ال11 لاعب اللي في الملعب يكونوا لعيب الكورة يعني.
فدلوقتي الحمد لله انا كنت بلعب عشوة بتاع، فطبعا في النادي دلوقتي احنا بنلعب 4-3-3. فمستر كولر عايز دايما الاثنين اللي هم التمانيات يدافعوا بتاع، بس انا بصراحه يعني اتطورت فيها جامد معايا جدا يعني. يعني هو بصراحه من الناس اللي فرق معايا قوي في الحته دي. ايهاب؟ لا مستر كولر. كولر في الحته دي بصراحه فرق معايا جدا في حته الثمانيه، الحته الدفاعيه. الحته الدفاعيه هي دي كانت، هو كان دايما الخلاف بينك وبينه انه عايز الحته الدفاعيه شويه اكتر. بالظبط. هو كان عايز دي، وانا الحمد لله اشتغلت عليها وبحاول على قد ما اقدر اعمل الحاجات دي كلها، لان ده مهم يعني. حلو. طالما المدرب بتاعك عايز كده فده مهم لازم تعمله يعني. الجون اللي ضاع من قفشه ولحد دلوقتي بتشوفه او بتفتكره بتزعل قوي، الكره بتاعت ريال مدريد. ريال مدريد. لان انا بالنسبه لي دي سهله يعني. سهلة. بالنسبه لي انا افشق اجيبها جون يعني. لان انا بجيبها على طول، بس هو في الوقت ده انا جسمي اتقلب لفوق كده شويه. فعشان كده عليت، المفروض جسمي يبقى في الارض. فجسمي طلع شويه، فعشان هدف كده. هدف ريال مدريد ده تاريخ طبعا. كان هيبقى 2-2 كمان. كان هيبقى 2-2. خليني برضو بالمناسبه اسالك، عندك كاس التحدي يوم 14 ديسمبر، المفروض ما اسالكش غير على الماتش بتاع بكره طبعا، البنك الاهلي وما بعده وما بعده، لكنه بنحلم. صح. خلينا نحلم شويه، اللي هيكسب هيلاعب ريال مدريد، ليبرتادوس، بوتافوجو، اتلتيكو مينيرو البرازيليين، مع باتشوكا المكسيكي هنلعبه ان شاء الله، واذا ربنا اكرمنا وكسبنا هنلعب ريال مدريد. بتحلم بايه؟ شايف ماتش التحدي ده الاول، خاصه ان كل ماتش ببطوله، ماتش العين الثلاث قارات، الماتش ده كمان بحاجه تانية، ثم الفاينل اذا ربنا اكرمنا باذن الله. بص يا كابتن، هي حاجه حلوه وحاجه جديده، وحاجه جديده علينا وحاجه جديده للنادي. فيها حاجات كتير. حلو ده. حلوه. فيها حاجات كتير، انك بتاخد بطوله كبيره ومحدش خدها قبل كده، وبطوله قاريه. وفيها حاجه تانية، انك بتستفاد ماديا. النادي بيستفاد ماديا. صح. فكل ده كويس. احنا الحمد لله عدينا الماتش الاولاني. عندنا ماتش زي ما قلت لحضرتك يوم 14 زي ما حضرتك قلت. فالماتش ده هيبقى مهم، انت محتاج تكسبه ان شاء الله. ان شاء الله نكسبه باذن الله. انت محتاج تكسبه، لكن انت عارف اكيد هنلاعب فرقه كويسه من الفرقتين. لسه هم هيلعبوا يوم 11. فاتمنى من ربنا ان احنا نكسب الماتش ده. لان احنا لو كسبنا الماتش ده انا مش قلقان يعني، مش قلقان في النهائي. مش قلقان في النهائي؟ لا 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 مش قلقان. انا يعني انا ما بخافش من الكوره، لكن بحترم الناس جدا يعني. طبعا. بحترم اي فرقه. لكن اتمنى ان احنا نكسب يوم 14 يعني ان شاء الله. دي اهم حاجه، بعد كده نفكر في النهائي يعني. في مكالمه قلت لي احنا فرقه جامده، النادي الاهلي فرقه جامده، ده حقيقي، لكنه ساعات قفشه بتزعلونا قوي يعني بالاداء. الفرقه الجامده دي وتبقى كسبان واحد وكسبان اثنين، والفرقه الثانيه ترجع خيرا. امبارح مثلا استاد ابيجان 3-0 وبعدين 4-1 والدربكت شويه. ماتش تحسه كان داري 1-0 مضيعين جوان كتير، وبعدين يخلص 1-1. ايه اللي ممكن يخلي الفرق الجامده تفك؟ بص كابتن، دايما لعيب الكره لازم يركز. يركز طبعا. دايما لعيب الكره لازم تركز. انت ممكن تبقى لعيب جامد قوي، بس الحته بتاعتك في دماغك او تركيزك في الماتش ما يبقاش كويس، فتطلع كل ماتش مش احسن حاجه، وفي الاخر تطلع انت مش كويس في الماتش. فمهم جدا انك تبقى مش تركز، انك تتنشن براحتك. عايز تسمع اغاني اسمع، عايز تسمع قران اسمع، عايز تقرا قران براحتك. الحاجه اللي بتريحك وبتبقى نفسيا كويس اعملها. صح. بس مهم انك تبقى مركز. فده مهم جدا. فلو احنا بنلعب في ماتش وحش او حاجه، دايما هتلاقي مثلا مش كل الفرقه في افضل حالاتها، لكن في ناس كويسه. بس طبعا عشان الماتش بيتقلب او ظروف الماتش بتقلب، ففي الاخر بتحصل ايه؟ ان الفرقه كلها بتشيل الليله في الاخر، اللي انت مش في افضل حالاتك. زي ماتش الاتحاد مثلا، عملت ماتش كويس جدا. الاتحاد ما راحش عليك غير بكوره تقريبا، هي كوره واحده، جاب جون، اتعادلت. في الاخر خسرت النقطتين. بس فهي دي الحته اللي بقول لحضرتك عليها يا كابتن، التركيز مهم جدا جدا. مش في اول ربع ساعه ولا اول شوط، التركيز مهم في 90 دقيقه طول المباراه. بس فهي دي الحاجات اللي ممكن تخليك كده او كده. الفرق بين الاهلي والزمالك في السوبر الافريقي والاهلي والزمالك في السوبر المصري، ما كانش في تركيز في السوبر الافريقي. تركيز. دي وجهه نظر يعني. كان في ضمان، كان في اطمئنان، كان في لا لا وجهه نظر. التركيز، التركيز ده اهم حاجه يعني. طول ما انت مركز وجاهز كويس تعمل اللي انت عايزه. طب ما انتوا كبار يعني، ازاي ما تلحقوش بعض؟ ازاي ما تكلموش بعض يعني؟ ما شاء الله يعني، دايما بتتكلموا بتشيدوا بدور الشناوي والسليه وقفشه ورامي ربيعه واللعيبه الكبار يعني. فده مهم انه دول حتى لو في فقدان تركيز شويه تلحقوا يلحقوا يرجعوا الفرقه تاني. صح يا جماعه، حضرتك صح طبعا، لكن مش في كل مره هتتكلم فيها الناس هتستوعب، او مش في كل مره هتتكلم فيها الناس هتبقى مركزه. ده مهم جدا.
الماتش كان احنا يعني تقريبا احنا كنا في الاول كويسين اول ربع ساعه تقريبا، اول ربع ساعه هايلين احنا لحد ما جبنا البيلين تقريبا هايلين. ما جبنا جول بس بعد كده الدنيا بقت صعبه شويه، لكن وجهه نظري برضو الماتش ده راح مننا بسبب التركيز يعني. بسبب التركيز. لو سالتك اكتر ماتش ركزت فيه الفتره الاخيره كان الزمالك ولا كان العين؟ لا العين. العين العين والزمالك الماتشين. العين والزمالك الماتشين بس العين اكتر يعني. الزمالك احنا متعودين على ماتشات الاهلي والزمالك. العين كنا اول مره نلعبه، وبعدين كنا بنسمع تصريحات كده غريبه وحاجات غريبه دايما بنسمعها. استفزتكم حاجات مش حلوه مش صح يعني من بعض الاعلاميين السوشيال ميديا واعلاميين وبتاع. واحنا ساعات الحاجات دي بتجي لنا فيديوهات في المحاضره وبتاع، ساعات لعيبه زمايلنا في الفرقه بيبعتوها لنا على الجروب نبص عليها نسمع نشوف الناس بتقول ايه. فانا ما بقتنعش بالحاجات دي عامه. لما تبقى عايز تكسب حد او تكسب نادي الاهلي اكتر فيديو استفزك الموضوع اللي انت ممكن تلعب فرقه وتقول لك احنا هنكسبك 3 و4 و5. يا عم ما تقولش كده، تعالى اكسبني في الملعب ولما تكسب قول اللي انت عايزه. ايوه. فلا دي مش حلوه يعني. انا ما بحترمش دايما الحاجات دي، دايما بحترم الحد الناجح او بيكسب في الملعب مش بالكلام يعني. قول لي يا قفشه، يعني لما بتنزل ربع ساعه او 10 دقايق، وانا انا الماتش الوحيد اللي حضرته لكم في الملعب في وجود مصطفى نهائي الكاس في السعوديه. تمام. انا شفت حضرتك. وما دماغي اتفتحت كمان، كانت شغلانه يعني. فانا شايفك على الخط وانت بتسخن، انا بيبقى عندي احساس، فحاسك مركز قوي. احساسي مجرد احساس، مركز قوي، مستني قوي، منتظر قوي يعني. انا بتكلم صح؟ انا ببقى قاعد هتجنن. تبقى قاعد هتتجنن. رغم ان الوقت كان قليل، انت لعبت ربع ساعه المفروض. الوقت الضايع طبعا زاد وكده، بس انت نزلت تقريبا في الدقيقه 75 صح؟ 77 كمان. 77 كمان مع لعب 10 11 دقيقه وقت بدل ضايع. وانت نازل المباراه دي اديني مشاعرك، لان المباراه دي لا تقل عن اي مباراه كبيره، انك تصنع الهدف الاول وتسجل الهدف الثاني وبتامن تماما انت وامام فوز النادي الاهلي. احكي لي شويه عن الماتش ده. كان ليه ظروف خاصه كده، وكان زي ما قلت لحضرتك كان قبلها بيوم عيد ميلادي. فانا يعني خدت قرار ان انا ما فيش سوشيال ميديا، ما فيش اي حاجه. احتفلت مع الفرقه، عملوا له عيد ميلاد في الطياره وخلاص. ده الطياره وانت راجع ولا انت رايح؟ لا احنا رايحين. كويس. فخلاص يعني ركزت في الموضوع وقفلت على نفسي. بص يا كابتن، انا دايما وانا قاعد على الدكه مركز 100%. مركز 100%. ده عندي، ده لازم اعمل كده. حلو. لو الفرقه هتسخن انا جاهز، لو حصل لا قدر الله حاجه بعد 5 دقايق انا مش هستنى ان انا اسخن والبس شراب والبس، لا انا لابس وجاهز. بحس ان وارد يحصل اي حاجه. انا دايما بهيئ نفسي للماتش في اي حاجه. ايوه. يعني ممكن انزل بين الشوطين لو انا مش لابس ومش جاهز ومش محضر نفسي هبقى مش كويس. صح. فدايما بحضر نفسي. الماتش ده كان ليه حاله خاصه كده. كنت انا انا من الناس اللي بحب الملاعب اللي هي مليانه جماهير يا كابتن. دي بتبقى متعه خاصه. لعيب الكوره لما بيلعب في وسط الجماهير بتبقى طبعًا. متعه يعني. فانا كنت مركز، وبعدين لما قمت سخنت صوت الجماهير لما انا قمت اللي هو مبسوطين اللي انا قمت اسخن، فدي حاجه انا بتبسطك طبعا وبتخليني اركز 100%. نعم. انا ببقى هادي يعني. نعم. يعني عندي الحمد لله الهدوء ده، دي اهم حاجه بحاول اعملها ان انا ابقى هادي دايما في الماتشات سواء نزلت او بدات يعني. فكنت مركز جدا. كنت قاعد بتفرج على الماتش شايف ايه اللي بيحصل في الملعب. شايف. شايف ده مهم يعني. لازم ابقى عارف ايه نقطه القوه وايه نقطه الضعف اللي في الفرقه اللي انا بلعبها. أيوه. عشان لو نزلت ابقى عارف انا بعمل ايه. فلما انا كنت هنزل بدري شويه بس كنت هتنزل بدري. بس ما حصلش. فلما جيت في الاخر جيت انزل كنت خلاص يعني قلت لا هنزل بقى، لما نزلتش دلوقتي خلاص. واعتقد مش فاكر الماتش ده كان فيه اكسترا تايم ولا لا. اعتقد لا تقريبا الماتش ده لا ما كانش فيه اكسترا تايم. فانا قلت لو ربنا كرمني ونزلت. كان الكابتن سامي قمصان جالي قال لي انت اللي هتخلصنا. سامي. وانا نازل قال لي انت اللي انت اللي هتكسبنا. لو انت نازل. لا مش هو نازل، مستحيل هو نازل. دي بعد الجون الاول. لا ده بعد الجون الاول. ده 90. نعم. كابتن سامي قال لي ما تزعلش هنا ده الجون بتاعك. ده الجون بتاعي في الدقيقه الرابعه. بس انا عارف الامام هيلعبها يعني. عارف. فكرت تباصي يا قفشه؟ لا. موديست كان فاضي. بصراحه لا يعني. بصراحه لا، واخد القرار. بينالتي برضه من على ال 18. هي صعبه عشان برضه زي ما قلت لحضرتك الجون مش شايفها. الجون مش شايف. بتلعب على الحته دي صعبه جدا. زي ما قلت لحضرتك. وبعدين المدافع فتحت رجل المدافع دي تخليها انت شايف أصعب. شايف رجله مفتوحه فعلا. صعبه جدا والله. صعبه صعبه ممكن جدا. ممكن الناس تتكلم ان الجون ممكن يجيبها او الجون لا. هو الجون بياخد خطوه عكس عشان يشوف الكوره. مظبوط. فهو قبل ما ياخد الخطوه العكس دي بتكون سرعه الكوره بتكون والزاويه اتفتحت قبل ما يرجع بتبقى بعيده. انت بتقيسها ما شاء الله. الحمد لله. برضه ارجع تاني
قفشه اساسي مع فايلر باستمرار، اساسي مع موسيماني باستمرار، مع كولر بدانا شويه نلعب شويه ما نلعب شويه نتضايق، وده طبيعي جدا يعني. لكن بتحس انه الاهداف اللي بتجيبها المؤثره دي بتبقى هديه ربنا ليك، وكانك حتى لو بتلعب وقت قليل انا جاهز وانا فورمه وانا مش هخذل النادي الاهلي. يعني انا دايما يعني انا زعلان، يعني ببقى زعلان ان انا ما بلعبش، بس دايما يعني بحاول وبتعب وبعمل اللي عليا. وفي الاول والاخر قلت لحضرتك هي وجهه نظر، والمدرب هو صاحب القرار. العلاقه جيده مع كولر؟ طبعا. طبعا العلاقه فيها كل احترام طبعا. هو المدرب وانا لعيب. هو المسؤول. بس ممكن تروح تقول له عايز العب؟ لا انا دايما بتكلم، دايما بتكلم كويس. ودايما اسمع، ودايما اسال ليه ما بلعبش. دايما اسال ايه اللي ناقصني. عشان انا عايز العب. انا مش بتقتنع بالاجابات احيانا، وساعات ما بتقتنعش. وارد. وارد، بس المهم تبقى عارف ايه اللي ناقصك عشان تعمله. بيقول لك ساعات؟ يقول ساعات يقول لي، وساعات مثلا يقول لي لا انت ماشي كويس كمل زي ما انت. قلت له حاضر. مره قال عليك بديل ذهبي، صح؟ كلمه عجبتك ولا ضايقتك؟ لا هي حاجه ايجابيه طبعا. لا حاجه ايجابيه، بس يقول لك بديل ذهبي ده بينزل يغير لي نتيجه المباريات، لكن في دماغك طب ما انا عايز ابدا برضه المباريات. ما هي بس بالنارين يا عيني. بس يعني من فتره كده سمعت كابتن عماد النحاس بيتكلم عليا في الحته دي. اللي هو قفشه بديل كويس جدا، لكن هو في دماغ المدرب، فان هو بديل هو اساسي. صح. فدايما بسمع، قلت لحضرتك بسمع الحاجات دي عشان اتعلم منها، اخد خبرات فيها. فبديل ذهبي دي كلمه كبيره جدا. كلمه كبيره. حسام حسن مهمه، خدك في وقت يعني كنت ساعات بتلعب ساعات ما بتلعبش. وكنا مبسوطين الحقيقه، وانا من عارف ان حسام بيحب ستايلك وبيحب طريقتك، وانت كنت مبسوط. انا جداً. انا بفهمك وبعرفك كويس يعني، انت من اللعيبه المحببين ليا وانت عارف ده كويس يعني. ده انا بتكلم كده. وبعدين ما خدكش كابتن حسام، وانا عارف علاقتك بيه كويسه جدا. جداً. طبعا جدا طبعا. كلمك قال لك حاجه؟ حصل حوار؟ لا لا ما فيش اي حاجه. يعني كواليس انه خدك وكواليس انه والله يا كابتن ما اعرف اي حاجه. ما تعرفش. يعني انا حتى حاولت اعرف، عرفت ان السبب اللي انا بشارك قليل. ايوه. حتى لما طلعت حضرتك قلت خلاص لا يعني ما فيش، هو الراجل صاحب القرار وهو المدرب. هو اللي يقول مين يجي ومين ما يجيش، وفي كلتا الحالتين سواء انا جيت او ما جيتش انا مش ما عنديش تعليق يعني. ما عندنا بطوله امم افريقيه، عندنا كاس عالم، بطولة الامم وصلنا، وان شاء الله بعودك هنوصل كاس عالم ان شاء الله. هتعمل ايه عشان تبقى موجود في ال 25 ال 26 ال 23 ايا كان العدد اللي موجود، سواء في البطوله دي او البطوله دي؟ لانه رغم مجدك مع النادي، لكن انت كمان عايز تعمل مجد مع المنتخب الوطني، وانت صح. انت اصلا مجدي فلازم تعمل مجد يعني. بتفكر ازاي؟ ده مهم قوي. لا والله هعمل، انا عرفت ان نسبه مشاركته القليله فهي اللي مش بتوديني وكده. لكن انا بشارك يعني. بشارك ودايما بلعب والحمد لله مؤثر. لا مؤثر. فدي مهمه. مش ممكن العب 90 دقيقه وما بقاش كويس، لكن لما العب وقت قليل ربنا يكرمني. يعني مثلا انا لعبت مع منتخب مع كابتن حسام البدري، انا لاعب 20 ماتش تقريبا. بس انت تستاهل 80 ماتش. انا مشارك في 10 تجوان يعني، 5 اسيست و5 تجوان. نعم. في 10 ماتشات 5 اسيست و5 تجوان. 5 تجوان مع المنتخب في 20 ماتش تقريبا. في بينالتي باين في انجولا او جون حلو. جون حلو ده في كينيا. ده الجون الجميل تقريبا. في بينالتي ماتش في تصفيات افريقيا في بلينين. واحد في البطوله العربيه في قطر. واحد في ست برج العرب. مش كده كان تصفيات كاس العالم. ده كان ماتش صعب كسبنا بيه. كسبنا 2-1. 2-1 كسبنا بيه. جبت انا جون ساعتها وصنعت جول لصلاح. ساعتها. بس يعني حاسس انك مش واخد حقك على المستوى الدولي. مش عارف ايه وجهه النظر، لكن لكن بحترمها يعني. طبعا. يعني انا حتى مثلا لو انا بديل في النادي مثلا او بنزل زي ما قلت لحضرتك بديل مؤثر، ما دي ممكن ابقى في المنتخب مثلا لو الكابتن حسام شايف كده. بس هو طبعا وجهه نظره وانا بحترمها جدا. وانت بتحب حسام؟ جدا طبعا. كابتن حسام انا بصراحه الشخص انا علاقتي بيه كويسه، هو الكابتن ابراهيم بصراحه. فما عنديش اي تعليق ولا رحت او ما رحتش. ما عنديش. عمرنا ما قرينا لك حاجه. لا مستحيل. في انتقاد او هجوم، بالعكس دايما اشاده بال بس. فهو الكابتن في الاول وفي الاخر حقه، هو صاحب القرار لان هو المسؤول، هو اللي في الاخر. 13 لعيب فرصه، 13 لعيب جديد لعبوا في المنتخب. بالظبط. يعني ما شاء الله خالد صبحي ورائم ناس كتير. ومحمد ربيعه واحمد عيد ومصطفى شوبير واسماء كتيره جدا ما شاء الله، واوفا وكتير جدا من اللعيبه الحقيقه. هو اكيد التحقيق. اكيد ربنا شايل لي في وقت معين وفي شيء، لكن انا هتعب وهشتغل اكتر عشان ابقى موجود يعني. اكيد. نعم. طيب تعالى نرجع تاني لاصحابنا اللي موجودين معانا على السوشيال. يلا موجود معانا بالفيديو ولا موجود؟ هاني
صوت 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 علي صوتك يا هاني لو سمحت. هاني عثمان اعتذر لكم يا جماعه الاخطاء التقنيه، معلش حقكم علينا لسه بنبدا يعني، فحقكم علينا يعني. هنرجع تاني بعد اذنكم، لكنه تعال ناخد شويه من اسئله السوشيال ميديا، طولنا عليهم. احنا طبعا تعمدنا ان احنا ناخر شويه عشان ماتش ليفربول وريال مدريد، وبنبارك طبعا لنجمنا الكبير محمد صلاح. شيماء السيد مساء الخير كابتن شوبير، سؤالي الكابتن قفشه، ايه اكتر حاجه بتحبها في الاهلي؟ وهل في يوم هتسيب النادي عشان حاجه؟ ولو القضيه لها اسم تاني ايه يكون اسمها؟ حلو ده، لو القضيه لها اسم تاني يكون اسمها ايه؟ اعظم جول في التاريخ. اعظم جول في التاريخ. طيب اكتر حاجه بتحبها في الاهلي؟ انا بحب النادي. تحب النادي الاهلي؟ اه. طيب لو في يوم هتسيب النادي عشان حاجه، هل في يوم ممكن تسيب النادي عشان حاجه؟ النادي الاهلي؟ انا مش، انا قلت كذا مره انا عمري ما اسيب النادي، بس ممكن لو في وقت اطلع اعاره وارجع، بس لو في ظروف فنيه حاجه زي كده، لكن غير كده لا مستحيل. ده خليني اسالك، السنه اللي فاتت انا عارف كويس قوي كان عندك عرض سعودي وعرض، بس هو ده اللي ممكن يحصل في اي وقت اعاره، لكن امشي من النادي خالص لا، انا مش بفكر فيها نهائي. ما بتحبش؟ لا مستحيل طبعا. انت عايز تبطل في النادي الاهلي يعني؟ ان شاء الله. ان شاء الله دايما كلكم انتوا ابناء النادي ولكم دور كبير جدا. اللي بعده رامي فكري مساء الخير كابتن شوبير، مساء الجمال على صاحب القضيه قفشه، هدف غالي علينا قوي ورحمنا من حاجات كتير، وبطوله هي الاغلى على كل اهلاوي. عايز اقول لك وانا بتفرج مع اصحابي قلت ان شاء الله هنجيب جون في بلاس 90 عشان ما يلحقوش يعوضوا، لسه ما خلصتش الكلمه وقفشه جاب القضيه. واخيرا عاوز تيشرت، استناك يوم الجمعه ان شاء الله قبل صلاه الجمعه في النادي هجيب لك تيشرت. قبل صلاه الجمعه عشان التمرين الساعه 10 في النادي هيستناك يا عم رامي. شكرا كابتن قفشه. اللي بعد تامر مساء الفل عليك كابتن شوبير، سؤال لقفشه، ايه البطوله اللي نفسك فيها واكيد كلنا معاك؟ كاس العالم. كاس العالم طبعا كلكم. ما هي البطوله اللي احنا ما خدناهاش. البطوله اللي احنا ما خدناهاش. اللي بعد ابو محمد المشرقي سؤالي لصاحب القضيه، ايه البطوله اللي تتمنى تسجل فيها وما هو الفريق؟ انت سجلت في كل البطولات. لا السوبر الافريقي. السوبر الافريقي ما سجلتش؟ لا. معقوله؟ ياه، يبقى ان شاء الله السوبر الافريقي ان شاء الله نجيبك هنا ونحتفل بيك. ان شاء الله، اهم حاجه ناخد بطوله افريقيا بس. ان شاء الله عشان نلعب السوبر الافريقي باذن الله. طب ناخد سؤال وبعدين نطلع بعديها الفاصل. هاني فؤاد سليم مساء الخير حارس الاهلي للعملاق كابتن شوبير، تحياتي لحضرتك، القناه بقت ترند بوجودك كامير الاعلام الرياضي في افريقيا الوطن العربي. يا سيدي يا سيدي دلعني كمان وكمان، ده ايه الدلع ده؟ تحياتي لصاحب القضيه، هل كنت متوقع الهدف بالشكل ده وفي التوقيت ده قفل؟ ده طبعا ربنا. لا. ربنا الوحيد اللي كان يعلم بحاجه زي كده. بس بس انت، انا شفتك مره قلت ان انت بتصلي الفجر انت احمد الشيخ، واحمد الشيخ قال لك هتجيب جول. الشيخ احمد الشيخ. ان احمد الشيخ ده ابوه شيخ؟ لا انا ما اعرفش. لا لا، ده ابوه بقى راجل جميل، وانا كنت بقابله لما كان موجود في النادي الاهلي، وكان امام مسجد وحاجه جميله، وصلى بينا مره في المسجد في النادي الاهلي، وصوته من اجمل ما يكون. قول بقى قال لك ايه؟ هو الشيخ في اليوم ده كلمني وقال لي انا وانا في صلاه الفجر انت جيت كده في بالي ان انت هتجيب جول. والله كنت بتصلوا مع بعض؟ لا احنا على طول في الصلاه بنبقى مع بعض يعني، في مسجد قدام الفندق بتنزلوا فيه او ساعات بتصلوا هو في مسجد في الفندق اللي احنا بنقعد فيه. بس مش كله يعني، حسب ما في ناس بتصلي في الاوضه، في ناس بتصلي حسب كل واحد يعني. فهو راح قال لي ان شاء الله انت هتجيب جول ده بعد صلاه الفجر. فانا انا عايز اقول له انت انت بتقول ايه بجد؟ فقلت له يا رب، فلما ربنا كرمني وجبت الجون هو جالي يعني، وانا يعني دي فاكرها له على طول بيكلمني. هو من الجمال احمد، احمد محترم، ربنا يرجعه بالسلامه ان شاء الله. هو مصاب، يرجع بالسلامه، مصاب، يرجع بالسلامه ان شاء الله. وصلنا معاه للاسف ما عرفناش نجيبه. خلينا نروح لفاصل نرجع نكمل حوارنا الممتع مع اللي منورنا كابتن محمد مجدي قفشه. القاضيه ممكن، القاضيه ممكن، التاسع يا الاهلي، التاسع يا الاهلي، لا هو 19، هو قفشه، هو ولدنا قفشه، هو الولد قفشه، هو قفشه، هو قفشه، هو قفشه، ما لها من عفسه، حط الكوره الثاني ويا لها من صرخه، كي جولاتو يا قفشه.